الصاله اللي اتفتحت في الشيخ زايد دي اكيد كانت اضافه كبيره جدا للبنيه التحتيه عندك، لانه انت عدد لعيبه بيزيد، اعضاء الجمعيه العموميه بيزيدوا، فوجود صاله جديده مجهزه بتجهيزات زي دي اكيد 100% هيبقى ليها امباكت وليها تاثير الفتره الجايه كبير جدا. طبعا هي الصاله لما اتفتحت يعني خلي بالك في فرق ما بين من 3 سنين الاجهزه ودلوقتي الاجهزه طبعاً. يعني الموديلات والتطوير فاصبحت الاجهزه اللي موجوده احدث شهر بيفرق. واعلى في المستوى، وهي الحقيقه يعني طبعا يعني نشكر مجلس الاداره على انه عمل صاله، اتاح لنا الفرصه ان احنا نعمل صاله على اعلى مستوى بتفيد طبعا الفرق بالاضافه الى الاعضاء اللي في نادي فرع الشيخ زايد، فاحنا وظفنا الامكانيات اللي موجوده هناك لخدمه اولا فريق الدرجه الاولى اللي هو عندنا عايزين ناخد عندنا هدف الهدف دول لازم الهدف الاساسي نحدد لهم الهدف. طب يا كابتن عندك كام لاعب في الدرجه الاولى؟ يعني الدرجه الاولى عشان برضو الجمباز لازم الناس تبقى فاهمه، احنا بنقول جمباز جمباز، انا وحضرتك فاهمين طبعا وحضرتك استاذنا الدنيا ماشيه ازاي. انا عايز نوضح للساده المشاهدين بكل بساطه، انا بجمباز عندي كام جهاز بلعب عليهم، عندي كام لاعب في كل جهاز، الجمهوريه خدتها ازاي، ما دي مهم. انا الجمهوريه ممكن عندي اجهزه انا متفوق فيها واجهزه خسرتها، بس الجهاز اللي تفوقت فيه ليه؟ عايزين شرح تفصيلي مبسط للساده المشاهدين وحضرتك استاذنا واكاديمي عشان الناس تبقى عايشه معانا احنا فوزنا ازاي. طيب الاول احنا عندنا مجموعه من الولاد هم عددهم 11، الفريق بتاعنا بيكون من 5. ممتاز. فطبعا شيء طبيعي انك بتشتغل مع كل اللاعبين، وكل لاعب بتختار له الجمله الحركيه اللي تناسبه وتحقق اعلى مستوى، ودي طبعا مهاره كبيره جدا ان انت تختار الحركات اللي جسمه تناسب جسمه تناسب اداؤه امكانياته تناسب اداؤه وتحقق بيها اعلى الدرجات. وكل لاعب بعد كده بيشتغل، يعني مش لازم كل واحد بيعمل حركات زي التاني خالص، خالص كل واحد بيشتغل على الواجب بتاعه والجمل بتاعته. طب ال 11 لاعب دول يا كابتن انت بتختار منهم 5 تلعب بيهم بطوله؟ نختار منهم اعلى 5 نتيجه اختبارات بيلعبوا اللاعب الواحد بيلعب كل الاجهزه؟ بيلعب على 6 اجهزه. ممتاز. فانت حضرتك عشان تكسب لازم يبقى عندك الخمس لاعبين بتوعك بالاختبارات بتاعتك تقول ان دول اعلى 5 لاعبين يجيبوا لك مجموع على 6 اجهزه. مجموع على 6 اجهزه. شفتوا يا جماعه حجم المجهود قد ايه؟ بالورقه والقلم. حجم المجهود. ويقعد المدربين تشتغل كل يوم في ان انا لو دخلت الحركه دي هرفع اللعيب ده قد ايه؟ ولو غيرت في الجمله دي هرفع القصه دي قد ايه؟ فالحقيقه يعني المدربين هم ابطال الانجاز ده.